هذه الحلقة نسلط الضوء على ملف ضريبة الأملاك في فلسطين. لا يخفى على أحد أنه أحد مصادر الدخل الرئيسية للهيئات المحلية هي ضريبة الأملاك. كيف تتعامل مع ملف ضريبة الأملاك؟ إحنا اليوم كهيئات محلية على مستوى الوطن بضائقة مالية. شو تعقيبك مهندس موسى؟ دعوا نفتح الملفات أمام كاميرات الإعلام. هناك ادعاء بأنه البلديات عليها ديون كبيرة للسلطة الوطنية الفلسطينية لوزارة المالية، ونشوف كمان شو في ديون للبلديات على الحكومة. كيف بلدية بيت لحم عليها ديون للحكومة وقديش بدها من ضريبة الأملاك أيضا؟ هلا بلدية بيت لحم أكيد ما فيش عليها ولا شيكل دين للحكومة. هاي البلديات تنقل لهم صلاحيات جباية ضريبة الأملاك. تفعيل دور لجنة تحصيل الأموال الأميرية اللي هي لجنة متخصصة